سيادة اللواء سامح سيف اليزر رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية. مساء الخير يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا، مساء النور. أولا كل سنة وأنت طيب، ويعني بعيد عليك في ذكرى أكتوبر. شكر جدا، وتهاني لجميع أفراد الشعب المصري اللي هم شايفين أن انتصار أكتوبر لا يزال وسيظل أحد انتصارات القومية للدولة المصرية، وهزيمة إسرائيل يعني أعتقد أنها كانت الأولى من نوعها، والحمد لله أن لا يزال أو لا تزال المعاهد العسكرية العالمية تدرس هذا الانتصار، وبنتسائل فيه دايما لما نطلع مؤتمرات في الخارج أو نروح للجيوش الأخرى في خارج مصر نلقي فيها محاضرات، أول حاجة بيسألوا عليها انتصار 6 أكتوبر. يعني ربما سمعت كلمة السيد الرئيس النهاردة اللي كان بيتكلم فيه على تضحيات الجيش المصري، وإن الجيش في فترة من الفترات كان بيقبض مرتبه، أعتقد بيقبض 20% من مرتبه أو مرتبه ناقص 20% علشان توفير إمكانات للقوات المسلحة. احكي لي عن هذه الفترة. هو فعلا سيادة الرئيس قال هذا الكلام، 20 سنة كاملة كان القوات المسلحه فيها مش بس بتدي للوطن حقه في الحمايه وحمايه حدوده والحفاظ على امنه، ولكن ايضا كانت قد يعني قد اتفق على تنزيل مرتبات افراد القوات المسلحه وتحديدا الضباط من كافه الرتب بنسب وصلت الى 50% في بعض الاحيان ولسنوات طويله، يمكن مجملها زي ما قال سياده الرئيس 20 سنه. الحقيقه لم يعلن عن ذلك في ذلك الوقت علشان ما تبقاش من الجيش على الشعب المصري، ولا يؤخذ عليه ان هو له افضال او لا قدر الله على الشعب المصري، لكن القوات المسلحه جزء من الشعب المصري، التفاني فيه سواء كان بالمال او بالحياه او باي شيء اخر هو واجب على كل من يرتدي الزي العسكري. وعلى فكره يعني خليني برضو اقول لحضرتك، يمكن مش عايز اقول ده سر ولا حاجه، ولكن هيجي يوم ايضا يعني يمكن في المستقبل الناس هتعرف اكتر من هذا بكثير، يعني الجيش قدم ولا يزال حاجات كثيره جدا 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 لم تعلن عنها. ويمكن ايضا القرار اللي اتخذ ايضا نفس الحكايه، ان ما فيش ما يدعو ان احنا في ظل الظروف الحاضره والوقت الحساس اللي احنا بنمر فيه ان الجيش يبقى ليه افضال على حد قدر الله، وهذا غير محسوب وغير يعني غير موجود اصلا، والحديث فيه اصلا لم يتم نهائي، ولكن هذا واجب على افراد القوات المسلحه بصفتهم الحامي لهذا الوطن داخليا وخارجيا، والمشاركه مطلوبه في كل شيء. عشان كده انا بقول لحضرتك ان شاء الله يعني مستقبل قريب، الله اعلم امتى هيتم الاعلان عن حاجات ثانيه يمكن بنفس الاهميه او اكثر كمان. طيب سيادة اللواء، بقى بما ان حضرتك معانا ودي فرصة جيدة، لازم اسألك على الانتخابات وقائمة في حب مصر. والنهاردة منذ قليل اعلن حزب المحافظين واكمل قطام الانسحاب من قائمة في حب مصر. ليه؟ كان عندهم كم مقعد في القائمة وهتعملوا ايه؟ هو الحزب الحقيقي كان ليه مقعد واحد بتاع المهندس بس القسطان، كرسي واحد اللي هو بتاع المهندس اكمل. والحقيقه المهندس اكمل يعني رجل محترم للغايه، وكان معانا في اللجنه التنسيقيه من اليوم الاول، وكان يعمل بجديه الحقيقه ووطني للغايه، وانا بعتز بصداقته الحقيقه. ولكن هو رأى في ذلك يعني أول امبارح فتح معايا هذا الموضوع، ويعني كان له وجهة نظر خاصة بحزبه، احنا شفنا يمكن انها هتبقى صعبة انها نحققها، ولذلك هو يعني قال لي بمنتهى اللطف والهدوء والأدب ان هو يريد الانسحاب، وتناقشنا شوية ثم يعني انا قلت له خلاص براحتك وقبلنا هذا، ولكن بتربطنا بيه علاقة احترام وحب كامل وما فيش أي خلاف بيننا وبينه، وان شاء الله طبقا للقانون لانه هو في المرحله الثانيه طبقا للقانون لنا ان نغيره او لنا ان نضع بديل حتى يوم 3 نوفمبر القادم. فبالتالي بيبقى دايما عندكم باك اب، يعني عندكم بديل موجود. بدائل مش بديل واحد، عندنا بدائل كثيره بمستويات محترمه جدا جدا، واحنا ان شاء الله خلال ايام قليله هنعلن عن البديل اللي اتحط باذن الله. كان حزب المحافظين يطالب باكثر من مقعد ولا ايه؟ ده صحيح، بس يعني كان الوقت خلاص مضى، كان صعب ان احنا نعمل هذا لان احنا كنا اعلنا خلاص القائمه. بس انتم مزعلين الناس كلها يا سياده اللواء. ليه خير؟ يعني مزعلين حزب احمد شفيق ومزعلين مجموعه من الاحزاب الاخرى. لا انا هاجي لك مره ونقعد نحكي في الكلام ده، لان احنا والله مظلومين ظلم كامل وتام، ولكن هناك طبعا ما يقال وهناك ما لا يقال، وهنحترم طبعا الكل ولا زلنا نحترم الجميع، سواء المنافس لنا او اللي بيشتمنا حتى او اللي زعلان مننا، لكن احنا عندنا يعني مبدا
والله احنا لا نتعمد ان احنا نزعل حد على الاطلاق، وبنلعب اللعبه في حدود الاحترام والادب والاخلاق. انا عارف الانتخابات فيها كل حاجه، لكن احنا غير معترفين ان الانتخابات فيها كل حاجه. احنا بنعترف ان الانتخابات لها قواعد، وقواعد محترمه يجب ان احنا او على الاقل احنا ملتزمين بيها، ويمكن ده ظهر خلال الفتره الماضيه رغم الاتهامات والشائعات والهجوم الشديد كل وقت، ولكن دي ضريبه لازم ندفعها. الناس بتتهمنا اتهامات احنا ما الحقيقه ما بنردش، احنا بنشتغل شغلنا وخلاص يعني. بشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليازل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية.